بالنسبة للكثيرين يعد فرس النهر حيواناً هزلي، لكن لنسبة كبيرة من الأفارقة هو الأخطر في القارة. ذلك الوجه المتسم بالطيبة مخادع للكثيرين، فأي مفترس يدخل في منطقة نفوذه هو عدو يجب سحقه في الحال. تهابه معظم الحيوانات المفترسة وتتجنب الدخول معه في معركة. ليس من المفاجئ أن تتوقع أن يفوز الأسد على فرس النهر وينعم بافتراسه، ولكن حدث ما هو غير متوقع وأصبح الصياد فريسة سهلة في صدمة من الجميع. سوف نعرض لكم مقاطع الافتراسات فرس النهر الشرسة ضد أكبر الحيوانات وأخطرها، ولكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك في قناتنا أقوياء البرية والإعجاب بالفيديو والمتابعة. هيا بنا. من المعروف للمعظم عن فرس النهر إنه حيوان مسالم، فهو من الحيوانات الآكلة للعشب، وفي معظم الأوقات يصبح فريسة لمعظم الحيوانات المفترسة بسبب حجمه الكبير ووزنه الهائل الذي قد يصل إلى 3 أطنان، فهو وجبة مشبعة لفترة طويلة. ولكن على الجميع التفكير مرتين قبل المحاولة بجعله وجبة غداء لعشيرته. فعلى الرغم من وجهه الذي يبدو لطيفاً للبعض، إلا أنه من أخطر الحيوانات العاشبة على الإطلاق. يزن ما بين 1.5 طن إلى 4 أطنان، ويصل طوله إلى حوالي 14 قدم، ويأكل 80 رطلاً من الأعشاب في اليوم. ورغم تواجده في المياه معظم الوقت على طول ضفاف الأنهار والبحيرات في أفريقيا، إلا أنه ليس سباحاً ماهر. فالماء هنا في أفريقيا يربط كل شيء، فهو حرية بالنسبة للبعض وسجن للآخرين. مرة في العام يجبر جفاف الحيوانات المفترسة على الذهاب إلى المكان الوحيد الذي تتوفر فيه المياه، فيحشد الأعداء في مكان واحد لدرجة خطيرة، الكل يبحث عن ما ينقذ حياته. بالنسبة للتماسيح فإن الجفاف يجلب صيداً ممتازاً وبعض الخصوم الأقوياء، فالحيوان الوحيد الذي تخشاه التماسيح وتنسحب خوفاً من مواجهته هو فرس النهر الغاضب الذي لا يفضل أي إزعاج حوله. ففي هذا المقطع يهاجم مجموعة من أفراس النهر أحد التماسيح بطريقة وحشية بواسطة فكه القوي الذي يمكنه من قسم التمساح إلى نصفين. على الرغم من وحشيته مع أعدائه، تعتبر أنثى فرس النهر أماً حنونة تدافع بكل قوتها عن صغارها وترتبط بهم ارتباطاً شديداً. وفي بعض الأحيان رغم عدوانيتها فهي صديقة وفية قد تقف مع عدوها على ألد أعدائها. فكثيراً ما تنقذ فرائساً قد تكون هدفاً أكيداً للتمساح ولم يكن لهم فرصة ضعيفة للنجاة، حتى يتدخل فرس النهر ليقلب الموقف تماماً. فأفراس النهر تمتاز بشراستها وضخامة أجسادها وأنياباً تشبه السيوف، فيمكن لفرس النهر تحطيم أي شيء يقف في طريقه. على الرغم من صلابة قرونها وضخامة أجسادها، إلا أن جاموس الرأس أيضاً لم ينجو من أفراس النهر الشرسة. إنها تبدو هادئة وسهلة الانقياد، إلا أنها تمتلك جانباً عدواني ستتمنى ألا تراه أبداً، حيث يجعلها قادرة على مواجهة قطيع كامل من الكلاب البرية، تلك الحيوانات التي يخاف منها أشرس المفترسين لا يمثل تهديداً لهم. فحتى الأسود ملوك الغابة وأخطر الحيوانات البرية لا يمكنهم النجاة أحياناً من هذه الدبابة الحية التي تمشي على الأرض. فكما نرى حاولت إحدى اللبؤات الاقتراب من فرس النهر، ليأتي الرد قوياً وسريعاً ويتم سحق رأس اللبوة على الفور بواسطة فك فرس النهر ذو المزاج المتقلب. إنها حقاً وحوش عاشبة قادرة على التخلص مما يعكر صفها دون أي خوف. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. وداعاً.